ايه ده يا فرح، هو انت بتكلمي ماسنجر ليه؟ بابي ياخد موبايلاتنا يا خالته، حبسنا في الاوضه مش عايز يودينا رحله. مامي زعلانه عشان احنا زعلانين. ايه ده ايه ده ايه ده، ثانيه واحده بس، واحده واحده عشان افهم. هو انتوا زعلانين عشان الحفله بتاعت امبارح؟ لا احنا امبارح رقصنا وغنينا. مامي كانت فرحانه قوي. خالته حفله ايه بس؟ بقول لك خدت تيكتس بتاعت رحله اسوان اللي مامي حجزتها لنا وراحت اداها لانكل وسام. ايوه مش فاهمه، يعني ماما حجزت في رحله اسوان دي؟ ايوه يا خالته، عشان بتحبنا وعايزانا نتفسح، لكن بابي مش عايزنا نتفسح. طب ما سالتوش ليه عمل كده ولا ايه؟ بيقول علينا سيرك يا خالته. احنا سيرك؟ طب انا مش فاهمه، يعني التيكتس دي مع وسام ده؟ اه طب خلاص يا فرح اقفلي، انا هتصرف. بجد هتعملي ايه؟ خلاص بقى يا فرح، قلت هتصرف يعني هتصرف، اقفلي. هو انا هتصرف ازاي اصلا؟ كانت ناقصاك يا سيوسف انت كمان. الو ايمي، عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لك ايه، معلش انا عاوزه منك خدمه كده. هو انت ينفع تحجزي لي في الاوتيل عندك سويت 4 ليالي او اي اوتيل تاني جنبكم؟ برافو عليك يا فريده. انا عبقريه يا بنتي، عيب عليكي. طب ما انا جالي فكره. ايه؟ ايه رايك نكلم تيتا بالمره؟ يلا. كنتوا بتعملوا ايه؟ كلمنا خالته عشان تيجي تنقذنا من هنا. تنقذكم؟ هو انا بقيت بعبع يا فريده؟ معقوله كده يا ولاد؟ ما حضرتك اللي كدبت علينا يا بابي. تاني يا فرح؟ مش قصدي يعني، بس هو ده اللي حصل. وافرضي ان ده اللي حصل، تقوم تتعاملوا معايا بالطريقه دي؟ مش معنى ان انا مصاحبكم وبلعب معاكم انك تكلميني بالاسلوب ده يا فرح. مش معنى ان انا بعاملكم على انكم كبار وعاقلين انك تتجسس عليا يا حمزه. عيب. انا اسفه يا بابا. أسف، بس تتجسس عليك الله. وأنا كمان أسفة، مع إني ما عملتش حاجة. وأنا كمان أسف، بس لازم تعرفوا إن أنا أكيد كان عندي سبب. بس إحنا قدامين يا بابي، خايف علينا من إيه؟ أنا مش خايف، أنا بصراحة خايف. بابي إحنا مش صغيرين. هي إحنا هنروح الرحلة؟ طيب انا دلوقتي اديت التيكتس لانكل وسام، انتوا يرضيكوا ان بابا يطلع عيل صغير ويرجع في كلامه؟ وعد مني، فاقرب فرصه هاخدكم ونروح اي مكان انتوا عايزينه. باريس. انا نفسي يا بابا يروح باريس زي شهد صاحبتي. شفت باريس دي؟ اذا كان ابوكي اللي هو ابوكي عمره ما راح باريس. فارس دي دليلة؟ اتفضلي. فين الولاد؟ ليه؟ خير؟ في حاجة ولا ايه؟ ايه مش واخد بالك ان ولادك بيعيطوا في الأوضة؟ بيعيطوا؟ فرح يا فريدة، خالته خالته لا بيعيطوا فعلا، ميتين من العياط يا عيني. حذروا فذروا، خالتكم جايبة لكم ايه؟ مارشميلوز. لا حاجة أحلى 100 مرة من المارشميلوز. تكت أسوان دي أحلى تيتا في الدنيا. يا خالته تيجي معانا. أو النبي بليز بليز. ما هو يا ريت كان ينفع، بس أنا هعمل إيه في الشغل بس. يلا روح حضروا بقى شنطكوا تاني. يلا. ممكن أفهم بقى إيه اللي حصل دلوقتي؟ ده بدل ما تشكرني. أشكرك على إيه؟ بتكسبي بنت مع العيال على حسابي؟ وبعدين انت ازاي تروحي لوسام من ورايا وتاخدي منه التيكتس؟ يعني انت همك مزاج صاحبك ومش همك ولادك؟ عموما ما تقلقش، صاحبك مسافر الغردقه وانا ظبطت له كل حاجه ونزل في اوتيل ما كانش يحلم بيه. رحله سعيده يا دكتور.